خلال الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية. أذكرك يا سلامة بتوصيف منظمة الصحة العالمية والاعتماد الكلي والحصري على حليب الأم حتى عمر 6 أشهر والاستمرار فيه مع أغذية مكملة حتى عمر 2. حليب الأم هو الغذاء الكامل للطفل، إن كان في البروتين أو الكربوهيدرات أو الدهون غير المشبعة أو الفيتامينات والمعادن، ويعطي الطفل في أول 3 أيام من عمره أجسام مضادة تقوي مناعته. بالنسبة للأم، الرضاعة الطبيعية تقلل خطر سرطان الثدي. وهم شيء بالنسبة لوايد أمهات، الرضاعة الطبيعية بأول 6 أشهر لأنها تساعد على نزول الوزن اللي زاد خلال الحمل. ولأن الدهون اللي تراكمت في الجسم وايد منها يروح لتكوين الحليب. وبعد الرضاعة الطبيعية تقوي الرابط بين الأم وطفلها وتقلل من احتمال الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة. منظمة الصحة العالمية تقول إن 800,000 طفل تحت سن 5 ممكن إنقاذ حياتهم كل سنة لو أخذوا حليب الأم من الولادة لعمر 2. ربي يحفظ كل عيالنا وعساكم دوم صحة وسعادة.